تكوّن سيرة ذاتية من أولى خطوات التقديم لأي وظيفة، لأنها تعتبر الوسيلة الوحيدة للتعريف بالنفس أمام الشركات والمؤسسات، والتعريف بالشهادات الأكاديمية والعلمية والمهارات المهنية والخبرات السابقة التي يتمتع بها صاحب السيرة. وإذا كنت تريد الحصول على فرصة عمل، فيجب عليك كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي وبطريقة أنيقة خالية من الأخطاء. كما يجب أن تكون خالية أيضاً من الكذب وغير مبالغ فيها. السيرة الذاتية عادةً ما تكون هي المعيار الأساسي لقبول أو رفض الطلب المقدم للوظيفة والعمل، فقد تمتلك جميع المؤهلات والمهارات والخبرات التي تؤهلك لهذه الوظيفة، ولكن سيرتك الذاتية لا تعبر عنك بشكل صحيح ولا تكتب بشكل يليق بك. فالسيرة الذاتية هي التي تحدد الانطباع الأول عن الشخص المقدم للوظيفة أمام صاحب العمل، لذلك لابد من العناية والاهتمام بكتابتها جيداً، ويجب عليك أخذ الوقت الكافي لصياغتها وتنسيقها.